للمزيد من المتابعة ينضم إلينا رائد النمسا مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة. برحب بحضرتك سيد رائد معنا في هذه التغطية. إذن في اليوم 34 بعد 100 لهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع استمرار وتيرة القصف الإسرائيلي على كامل القطاع تحديدا في الجنوب، كيف تصف لنا سيد رائد الوضع الصحي والإغاثي في قطاع غزة بشكل عام؟ الوضع يعني بات معقدا للغاية، خاصة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وفي ظل المعاناة القائمة جراء العدوان الذي يطال أيضا المشافي في هذه الأثناء ويستهدف كل من مجمع ناصر الطبي ومستشفى التابع للهلال الأحمر، وذلك مما يشكل خطورة بالغة على حياة عدد كبير من المرضى، هذا من جهة، وأيضا يعيق الخدمات الطبية المقدمة في ظل نفاذ الأكسجين والوقود والمستلزمات الطبية. الوضع الآن سيء للغاية، الطواقم لم تعد لديها القدرة على تقديم الخدمات الصحية والإنسانية على وجه كامل للمرضى هناك. يعني كيف تتصرفون في هذه الأوضاع الكارثية، وإلى أي مدى سيد رائد تستطيعون بالفعل من القيام بمهامكم وتقديم الخدمات الصحية في ظل هذا الوضع؟ هناك عجز كبير فيما يتعلق بتقديم الخدمات العلاجية وتنفيذ وإجراء العمليات الجراحية نظرا للشح الواسع في المستلزمات الطبية، سواء فيما يتعلق بأدوات التخدير والتعقيم أو ما يتعلق بالجراحة العامة، وايضا هناك يعني تكدس كبير للمرضى والمصابين في اقسام المستشفيات، ومع موجات النزوح الجديده ومع استمرار العدوان فان كلما ينتج عنه يعني استهدافات للمواطنين او حتى للمرافق المتعدده في قطاع غزه، هذا يقطع من عدد الاصابات، ومع تكدس المستشفيات فان الوضع يصبح كارثيا للغايه، ولا تستطيع الطواقم الطبية سواء في الهلال الأحمر الفلسطيني أو غيرها من مقدمي الخدمات الصحية مواكبة هذه الأعداد الكبيرة وتلبية احتياجاتها الصحية. يعني كنت قد تحدثت عن ربما مستشفى ناصر الطبي بخان يونس الذي ما زال جيش الاحتلال يواصل حصاره لهذا المستشفى وسط يعني أوضاع صعبة جدا، أيضا لو تصف لنا حالة هذا يعني هذا المستشفى سيد رائد بالتحديد. يعني ما يردنا من معلومات بأن هناك صار مطبخ للمستشفى، وهناك أيضا عزل نحو 400 مريض من بينهم حالات حرجة في المبنى القديم، وقطع الكهرباء عن أغلب الأقسام العاملة واستجواب الطواقم الطبية، وهو ذاته ما حدث مع جميع المشافي التي تحملها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى خروجها عن القمة. هل ما زال سيد رائد الاحتلال يتعمد استهداف طواقمكم، يتعمد استهداف مقرات الهلال الأحمر الفلسطيني موجودة في القطاع حتى الآن؟ هذا صحيح، ويعني هناك أكثر من 20 شهيد من طواقم العاملة وأكثر أيضا من 25 من تم اعتقالهم، يعني كان وجود أكثر من 30 إصابة بين تواجدنا العاملة وتضرر كثير من الأقسام والمنشآت التابعة لنا. طيب سيد رائد، نسمع يعني كلنا في الأيام الماضية عن هذه العملية العسكرية، عن الاجتياح البري الذي ينتوي جيش الاحتلال أن يقوم به في مدينة رفح الفلسطينية تحديدا، ما هي مخاوفكم في حال حصل هذا الاجتياح، وإلى أي مدى سيكون هناك تداعيات إنسانية وصحية هائلة في جنوب قطاع غزة تحديدا في رفح؟ يعني أي عمل عسكري يتوسع لمحافظة رفح هذا من شأنه أن يزيد من عدد الإصابات ويزيد من عدد الضحايا، خاصة في ظل وجود يعني عدد كبير من النازحين، هذا من جهة، وأيضا وجود يعني عدم وجود مرافق صحية كبيرة في محافظة رفح تستطيع تقديم الخدمات الطبية المتقدمة، وبالتالي نحن نتمنى أن لا يحدث هذا العمل من أجل يعني ألا تراق المزيد من الدماء في محافظة رفح. إسرائيل تقوم دائما بربما منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أيضا كيف يصعب هذا الأمر من مهامكم؟ نحن نطالب على الدوام ب يعني توسيع المساعدات الإنسانية والتي تصل من معبر رفح البري، وذلك لأن الوضع هنا كارثي وتداعيات العدوان
أصبحت خطيرة للغاية، ويجب العمل على زيادة رقعة هذه المساعدات ليتسنى لنا تقديم الخدمات الإغاثية والصحية والإنسانية. شكرا جزيلا لك سيد رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة على كل هذه المعلومات.